السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناة تي ام تي العربية اونلاين. في حلقة اليوم سأقوم بشرح في كيفية التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا، حيث أن صادف افتتاح التسجيل اليوم 4 أكتوبر 2016، ستدوم مدة التسجيل إلى 7 نوفمبر 2016. لماذا يعني لا يجرب الجميع؟ أرجو منكم يعني أن تتقاسموا هذا الفيديو فيما بينكم، وإن شاء الله سيحالف الحظ الجميع. للتسجيل ما عليك إلا الضغط على هذه العلامة الخضراء، ثم تقوم بوضع كود الكابتشا الذي ستجده أمامك. حسنا، للتسجيل عليك أولا ملء البيانات التالية، وأرجو أن تكون من الأحرف الكبيرة. في الخانة الأولى ستقوم بوضع لقب مثلا هكذا، ثم هنا اسمك يعني الشخصي سأضعه هكذا، الميدل نيم أو الاسم الأوسط. نحن بالنسبة إلينا في المغرب العربي نحن نستعمل الاسم الأوسط، لكن في إخواننا في الشرق الأوسط مصر السعودية إلى غير ذلك يستعملون يعني الاسم الأوسط، لكن نحن لا نستعمله. يمكن لديك يعني اسم وسط أرجو أن تضعه هنا، ثم تختار نوع الجنس. هنا تقوم بملء البيانات الشهر في الخانة الأولى الشهر، وهنا اليوم، وهنا العام في حالة أن هكذا. حسنا، وهنا في الخانة الرابعة ستقوم بوضع البيرت سيتي أو في المدينة التي أولدت فيها. بطبيعة الحال أنا هكذا. هنا ستختار البلد الذي ولدت فيه. في الخانة السادسة إن لم يكن بلدك ضمن القائمة الأولى، هنا ستضغط هنا على نو، ثم تختار بلدك في القائمة التي ستجدها. في الخانة السابعة سيقول لك قم برفع الصورة الخاصة بك، ولرفع الصورة يجب عليك يعني عليك أن تتوفر فيها شروط، مثلا 600 على 600، وأيضا شروط تعني يستعملها هذا الموقع. لمعرفة شروط الصورة تضغط على لينك، ثم أصدر لك يعني هذه الصفحة. يمكنك هنا رؤية الكثير من التفاصيل فيما يخص الصورة. تضغط هنا على هذا اللينك يعني ستجد الكثير من المعلومات فيما يخص صورتك من حيث المقاس الخارجي. بعد أن تكون صورتك يعني كل حوافها 600 على 600 تقوم بوضعها هنا لكي يكون يعني الوجه ضمن هاتين الدائرتين الخضراوتين. تضغط هكذا، ثم تقوم مثلا أنا سأحمل هذه الصورة لبعضي، ثم أقوم بإنقاصها هكذا وأحاول وضع الوجه على قدر المستطاع يعني هكذا. حسنا، فقط هذه أقصد هذه صورة تجريبية، لكن يجب عليك أن يكون الوجه داخل هاتين الدائرتين كما هو موضح في الصورة. كما قلت سابقا، بعد أن ترفع الصورة سأقوم فقط بتجريب، سأرفع هذه الصورة مع أنني أعرف أنها لن تقبل. ستقوم الآن بملء الخانة الثامنة. في الخانة الأولى ستقوم بوضع اسمك كاملا، وهنا الأدرس الخاص بك الذي يعني تعيش فيه يعني حاليا مثلا. هنا ستقوم يعني بوضع الأدرس الثاني الخاص بك إن كنت تتوفر على بيتين. هنا ستقوم بوضع الولاية أقصد المدينة سيتي أو كون، مثلا سأقوم بوضع يعني هكذا الولاية ككل. هنا المقاطعة، نحن في جزائرنا لا نستعمل مقاطعات كثيرا، مثلا في يوجد في بعض الدول مثلا هناك مقاطعة شرقية ومقاطعة غربية إلى غير ذلك. نحن لا، نحن دائما نستعمل الولايات هكذا. بوستال كود أو زيب كود هكذا، ثم هنا تختار يعني بلدك، وهنا يطمنك أن تختار البلد الذي تعيش فيه حاليا. بالطبع سأختار الجزائر دائما. نمبر فون، يمكنك من هنا أن تضع يعني رقم هاتفك وهو إجباري بالطبع. الأدرس إيميل وهو مهم جدا أيضا، لأنك يعني ستتم يعني
بواسطة يتم الاتصال بالسفارة إن تم قبولك أو شيء من هذا القبيل. حسنا سأضع هذا في الميل. لا يهم أن يكون بالأحرف الكبيرة أو لا، لأنك يعني ستجد المثال أمامك يعني فوق الخانة. حسنا، أما في الخانة الثانية عشر فهو يطلب في الموقع، يطلب منك تحديد مستواك الدراسي أو المهني. في الخانة الأولى إن كان لديك يعني متحصل على الشهادة الإعدادية، وفي الخانة الثانية إن كنت يعني درست في الثانوية ولم تحصل على شهادة البكالوريا. في الخانة الثالثة أيضا يقول لك إن كنت متحصل على شهادة البكالوريا. في الخانة الرابعة إن كنت يعني درست أو لديك شهادة تكوين مهني. هنا إن كنت ما زلت تدرس في الجامعة ولم تتحصل على الشهادة الجامعية، هنا إن كان لديك شهادة جامعية، هنا إن كنت تحضر لشهادة الماستر، هنا إن تحصلت على شهادة الماستر ولديك الشهادة، هنا إن كنت تحضر في شهادة الدكتوراه، وهنا في الخيار الأخير إن كنت يعني حصلت على شهادة الدكتوراه. بطبيعة الحال كل واحد ما هي حالته. مثلا في حالتي أنا هنا. حسنا، فيما يخص الخانة الثالثة عشر، الخانة الثالثة عشر هي في تخص الحالة الاجتماعية للفرد. مثلا في الخانة الأولى إن كنت متزوج أو لا، في الخانة الثانية إن كنت متزوج وزوجتك لا تعيش في أمريكا، في الخانة الرابعة إن كنت متزوج وزوجتك يعني تعيش في الولايات المتحدة، هنا إن كنت مطلق إلى غير ذلك. في الخانة الرابعة عشر يطلب منك إن كنت متزوج أن تحدد عدد الأولاد الذي لديك. المهم عندما تقوم بجميع هذه العناصر تقوم بالضغط هنا. أنا أضغط لأنني لو ضغطت يعني وقمت بالتسجيل وأنا قد سجلت سابقا سأأخذ مكان شخص آخر، وأنا لا أريد يعني أن أكون يعني سبب في أخذ مكان أي شخص آخر. بعد أن تضغط على continue سيعطيك الموقع بيانات من خلالها يمكنك يعني أولا قبل أن يعطيك البيانات سيقول لك، ستظهر لك هذه البيانات التي ملأتها كلها وراء بعضها البعض. يطلب منك التأكد إن أخطأت في عنصر من العناصر يمكنك العودة، وأيضا ملاحظة أرجو منكم أن يعني تعطوا أهمية للصورة، لأنها إن لم تكن على المقاييس لن يقبل يعني الموقع، وستظهر الإشارة الحمراء دائما تحت الخانة ويطلب منك تعديل الصورة. بعد أن تقوم يعني بالتأكد من المعلومات تضغط مرة أخرى continue، سيعطيك معلومات مثل هذه. أظنني أين وضعتها، هكذا هكذا أظن. حسنا هي هكذا. حسنا مثل هذه يعني المعلومات ستقوم يعني لاحقا عند انتهاء القرعة أو عند ظهور النتائج ستقوم بوضع هذه المعلومات في الخانة وسترى إن فزت بالقرعة أو لا. أظن القرعة سيكون يعني الإبلاغ عنها في مايو من الشهر يعني القادم. إن شاء الله سيكون هناك محظوظين من شاهدوا هذا الفيديو. في الأخير ما علي أن أقول لكم شكرا على حسن الاستماع. إن كنت شاهدتنا لأول مرة أرجو أن تنضم إلى قناتنا وإلى صفحتنا على الفيسبوك، وإن كنت من متتبعينا أرجو أن تضع لايك وديسلايك، هذا يهمني. تعليقاتكم أيضا تهمني. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.